دشن مدير مكتب التجارة والصناعة بسيحوت محمد بن خريسان والأمين العام للمجلس المحلي بسيحوت عبد الله با عبدة حملة لضبط أسعار المواد الغذائية للتخفيف من معاناة المواطنين. وبدأت الحملة بنزول مشترك من قبل مكتب التجارة والصناعة ومكتب الصحة والسكان ومكتب الأشغال العامة والأمن والشرطة إلى عدد من المحال داخل المديرية. وشمل النزول رصد أسعار البضائع الأساسية في محل الجملة والتجزئة ومقارنة الأسعار بين جميع المحال بهدف توحيدها. في هذا اليوم وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية الأستاذ عبد الله با عبدة، وسنعمل إن شاء الله الحملة مستمرة لمدة 3 أيام مستمرين بإذن الله في كافة المديرية، ويتم هناك رفع المعاناة عن المواطنين بناء على توجيهات الأخ المحافظ للنزول للمديريات. وسيتم إن شاء الله كل من هو متلاعب حالته للنيابة وإلى جهات الاختصاص.